الحمد لله الكريم المناع الذي خلق لعبادته الإنسان، والصلاة والسلام على من بعث رحمة لسائر الأمم والأديان، وعلى آل أصحاب الذين اتبعوه حي النعل بالنعل، فصاروا من أصحاب الغر الميامين وبعد. فيا رئيس هذه الحفلة المسابقة، الحكماء الأعزاء، مديرهم الدافع، وبيوتنا المبجلين والمستمعون الكرام، وفي هذه الفرصة يطيب لي أن ألفت أنظاركم إلى موضوع أتكلم عنه بعض حسب ما أستطيع، وهي ظروف تمرين التصوف في ضوء القرآن والسنة، والله الموفق والمعين. يا أيها الإخوة، أولا يجب علينا أن نعرف حقيقة القوام والتقشم والتحلى في الفضائل لتسلو النفس وتسلو الروح. يقال التصوف فلان الأيسار من الصوفية، والصوفي من يتبع طريقة التصوف، فبتحقيق هذا من معجم المسير يتضح أمامنا السلوك والطريقة هما الذين يسميها الناس بالتصوف، وخلاصته تزهير كل مسلم ظالم وباطنه بالأعمال والحسنة وإبعاد عن الأعمال السيئة. أيها السادة، يجب علينا أن نفكر لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى، وما مقصودنا الأصل والغرض والغاية في حياة كل إنسان. في جوابه قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في هذه الآية تبين الله سبحانه وتعالى مقصود الأصل والغرض والغاية في حياة كل إنسان بأنه خلقهم فقط، لا ليأكلوا لقمة من الدنيا. أيها الإخوة، قد وردت أيها أحبابي الكرام، ولمن هذا المقصود ولمن هذا الغرض والغاية؟ يجب علينا اتباع أحكام الشريعة اتباعا كاملا واتباعا كاملا. ومن أحكام الشريعة ما يتعلق بذوي الإنسان وما يتعلق بباطنه، وأما الذي يتعلق بذوي الإنسان فهو الصلاة والزكاة والصوم والحج والحقوق والمعاملة والمعيشة وغير ذلك من الأحكام، وأما الذي يتعلق بباطنه حب الله تعالى وخوفه وذكره والزهد والتقوى والخلوص وغير ذلك من الأحكام يقال له التصوف. أيها الإخوة، وقد وردت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية عن ضرورة تمرين التصوف بكثرة كاسرة التي تدل ضرورته. فمن آية الله تعالى قال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى أيضا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى أيضا: إن كرمكم عند الله أتقاكم، وغير ذلك من الآيات التي تدل على ضرورة تمرين التصوف. ومن الأحاديث النبوية أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لرجل: ازهد في الدنيا يحبك الله، وزد فيما عند الناس يحبك الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: ألا إن في الجسد لمضغة، إذا صلحت جسد كله، وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القرى. وما إلى ذلك من الأحاديث التي تدل على ضرورة تمرين التصوف. يا أيها الإخوة، فمن هذه الآية الكريمة والأحاديث الشريفة يتضح أمامنا كظل النهار بأن القول هو المصدر الأصلي والمنشأ الحقيقي لكل خير وشر. ولهذا أن يصلح قلوبنا يصلح ظاهرنا وباطننا، وإن نفسد قلوبنا يفسد ظاهرنا وباطننا أيضا. فماذا علينا أيها السادة؟ علينا أن نتصوف ونتزكى أنفسنا ونتبع أكابر علمائنا اتباعا كاملا واتباعا تاما، ونقتدي سلفنا في الأمور كلها حلما نعلم بالنعم، كي نستطيع أن نكون مثل ما كانوا في أفعالهم وأقوالهم وأعمالهم. اللهم وفقنا جميعا لتمرين التصوف والاتباع